مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. ملعب الاهلي ان شاء الله هنتكلم فيه النهارده عن مباراه الزمالك وبتروجيت، وهنتكلم فيه عن الاهلي والداخليه غدا باذن الله. النهارده كان فيه قرعه، اكيد حضراتكم كلكم تابعتوا قرعه دوري الابطال الافريقي، وهنتكلم برضو عنها بالتفصيل بعد ما اقول لكم عن اخبار النادي الاهلي. الاهلي زي ما حضراتكم عارفين ضم النجم رمضان صبحي النجم المحترف في الدوري الانجليزي لمده 6 شهور على سبيل الاعاره. اعتقد ان هي صفقه هتضيف للنادي الاهلي كتير جدا، وكنتوا كلكم مستنيين انضمام رمضان صبحي، ولسه كمان في صفقات من العيار الثقيل في الطريق ان شاء الله. رمضان صبحي بقى اضافه قويه مع باقي الصفقات، صفقات تقيله جدا النادي الاهلي محتاجها ودعم بيها صفوفه، ولسه كمان زي ما بقول لحضراتكم في صفقات ان شاء الله يدعم بيها في القريب العاجل. أمير توفيق أعلن النهارده عن أمير توفيق مدير التعاقدات أعلن عن انضمام رمضان صبحي رسميا لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة. هنتكلم برضو عن هذه الصفقة مع ضيوف الكرام، ونتكلم عن الصفقات الجديدة كلها. محمد يوسف بيعلن قائمة الأهلي لمباراة الداخلية بالدوري العام. محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن عن 20 اسم أخيرا بقى في القائمة، 20 اسم: شريف إكرامي، محمد الشناوي، وهشام محمد، أيمن أشرف، إسلام محارب، وأحمد حمودي، ومحمد ومؤمن زكريا، وميدو جابر، ومحمد هاني، وأحمد علاء، أحمد فتحي، مروان محسن، عمرو السلية، ومحمد شريف، وأحمد الشيخ، علي معلول، وليد أزارو، باسم علي، وناصر ماهر، وكريم ندفد. أقول لكم قائمة تانية: 20 اسم: شريف إكرامي والشناوي، هشام محمد، أيمن أشرف، اسلام محارب، احمد حمودي، مؤمن زكريا، ميدو جابر، محمد هاني، واحمد علاء، واحمد فتحي، ومروان محسن، عمرو السلية، محمد شريف، احمد الشيخ، علي معلول، وليد ازارو، باسم علي، ناصر ماهر، كريم ندفد. بدات القائمه يدخل فيها نجوم كتير: احمد فتحي ومعلول وازارو وباقي النجوم، مؤمن زكريا. ان شاء الله كل الفريق يكمل، محتاجين كل اللعيبه زي ما نتكلم مع حضراتكم كل يوم. محمد يوسف النهارده والكابتن محمد يوسف او النجم محمد يوسف، دايما بثني على دور محمد يوسف النجم الكبير اللي قام بيه الفتره اللي فاتت، كانت فتره صعبه جدا، لكن الحمد لله الكابتن محمد يوسف قدر يخرج بالفريق لبر الامان. عمل تدريبات ترفيهيه النهارده في ميران الاهلي الختامي، اكيد النهارده بقى يوم خفيف جدا. محمد يوسف او كابتن محمد يوسف بيعمل مباراه او تدريبه فيها كده مباراه ترفيهيه بين اللاعبين، بتكون مدتها 5 دقائق أو 10 دقائق، عارفين الأحمال الزايدة على لاعبي النادي الأهلي، عشان كده النجم محمد يوسف بيعمل تدريبات ترفيهية واستشفائية في نفس الوقت. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بيجتمع مع طبيب الأهلي خالد محمود للإطمئنان على اللاعبين المصابين. سعد سمير، صلاح محسن، رامي ربيعة، محمد نجيب، ده كان محور حديث بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والدكتور خالد محمود. عارفين كان في اصابات كتير جدا، الحمد لله بدانا نتعافى من هذه الاصابات، لسه كمان جونيور اجاهيه هيدخل في القائمه الفريق ان شاء الله، كان خرج من القائمه الاصابه الكبيره جدا اللي كانت جت في ركبته، وكان فيها قطع كمان في الرباط الداخلي. لعيبه كتير ان شاء الله مستنينها ترجع، عشان كده كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتكلم مع الدكتور خالد محمود عن احوال سعد سمير وصلاح محسن ورامي ربيعه ومحمد نجيب، امتى هيدخلوا امتى في الفريق، هيدخلوا امتى في التدريبات الرسميه، هيدخلوا امتى في المباريات، هيدخلوا امتى في القائمه. كل الكلام ده كان حديث داير بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والدكتور خالد محمود. عارفين كمان ان الاهلي خلاص زي ما قلت لحضراتكم بكره ان شاء الله مباراه الاهلي والداخليه، هنتكلم ايضا مع ضيوفنا الكرام في هذه المباراة الهامة جدا النادي الأهلي، عايزين خلاص نقاط. الزمالك بيكسب ما شاء الله، يعني 8 انتصارات، الناس كلها فرحانة. النادي الأهلي قبل كده متهيألي قعد دور ودور وشوية كمان بيكسب، الحمد لله. لازم نجمع نقاط، ولازم إن شاء الله ناخد كل مباراة على أثناء مباراة كؤوس، وده النادي الأهلي بيعمله كان مع الكابتن محمد يوسف، إن شاء الله يكون في المرحلة المقبلة. سعد سمير وصلاح محسن رامي ربيعه، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه، بيواصلوا برنامجهم التأهيلي. خلاص سعد سمير كان عنده اصابه في العضله الخلفيه، بفكركم بس بالاصابات. صلاح محسن كان عنده اصابه في العضله الضمه، كل دي تمزقات وليست اصابات عاديه. رامي ربيعه بيطلع من اصابه بيدخل في اصابه، الموضوع مع رامي ربيعه يعني ربنا يا رب يشفيه، موضوع صعب جدا لما اللعيب يقابله اصابات كتير ويطلع من اصابه يدخل في اصابه، وحاجات يعني صعبه جدا بالنسبه للاعيب الكوره، حاجات مميته كمان مش صعبه جدا بس. دعواتنا
لرامي ان هو يرجع ويرجع بسرعه جدا كمان. كابتن محمد يوسف بيجتمع مع النجم الجديد نادي الاهلي محمود وحيد، بيطمنه وبيطمن منه على كل طموحاته، بيقول له شكل النادي الاهلي ويبقى شكلك ايه في النادي الاهلي والمطلوب منك ايه الفتره اللي جايه. يعني بيبقى كلام في الكواليس كتير جدا بين المدير الفني واللاعب الجديد بيدخله في اجواء النادي الاهلي. تعالوا نتكلم عن قرعه المجموعات اللي اقيمت النهارده، وكان النادي الاهلي دخل في مجموعه الحمد لله انها مجموعه سهله نوعا ما، يعني شبيبه الثوره الجزائري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي والنادي الاهلي المصري. اعتقد ان هي مجموعه الحمد لله يعني شبه سهله، لكن ما فيش سهل في الكوره زي ما احنا اتفقنا مع حضراتكم. المجموعه فرقها اقولها لكم تاني: شبيبه الثوره الجزائري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي والاهلي المصري. قدام حضراتكم المجموعه، قدام حضراتكم هي شبيبه الثوره الجزائري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي والنادي الاهلي المصري. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله ان هو يتربع على عرش هذه المجموعه. تعالوا اقول لكم المجموعه الاولى: لوبي ستارز النيجيري قدام حضراتكم واسك الايفواري وسان داونز الجنوب افريقي والوداد المغربي. مجموعه صعبه نوعا ما، ستارز الزيمبابوي واورلاندو جنوب افريقي وحوريه الغيني والترجي التونسي. المجموعه الثالثه، ودي المجموعه الصعبه جدا اللي وقع فيها نادي الاسماعيلي مع شباب قسنطينه الجزائري والافريقي التونسي ومازيمبي الكونغولي. اسماء تخض، يعني الله يكون في عون الناس اللي في المجموعه دي، الافريقي ومازيمبي وشباب قسنطينه الجزائري. مباريات هتبقى مباريات صعبه جدا ومباريات يعني في غايه الصعوبه. مواعيد مباريات دور المجموعات: الجوله الاولى ان شاء الله تكون احد ايام 11 و12 و13 يناير، الجوله الثانيه هتكون احد ايام 18 و19 و20 يناير، الجوله الثالثه زي ما قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين الجوله الثالثه احد ايام 1 و2 او 3 فبراير، الجوله الرابعه احد ايام 12 و13 و14، الجوله الخامسه هتكون احد ايام 8 و9 و10، الجوله السادسه هتكون احد ايام 15 و16 و17. مباراه الاهلي كالتالي: الجوله الاولى الاهلي وفيتا كلوب يوم 11 او 12 او 13، احد ايام 11 او 12 او 13 من شهر يناير، والجوله الثانيه شبيبه الثوره الجزائري الاهلي ان شاء الله في الاهلي 18 او 19 او 20 يناير، الجوله الثالثه والاهلي والسيمبا احد ايام 1 و2 و3 فبراير، الجوله الرابعه هيكون سيمبا مع الاهلي احد ايام 12 او 13 او 14 فبراير، الجوله الخامسه هيكون فيتا كلوب مع الاهلي احد ايام 8 و9 و10 مارس، الجوله السادسه ان شاء الله لا يكون فيها الاهلي متربع على قمه هذه المجموعه تكون بين الاهلي وشبيبه الثوره 15 او 16 او 17 من شهر مارس المقبل ان شاء الله. دي كانت مباريات النادي الاهلي، هنقولها لكم تاني وهنتكلم فيها مع ضيوفنا الكرام اللي هيشرفونا بعد قليل. الكونفدراليه واللي بيمثل فيها مصر نادي الزمالك هيلعب دور 32 مع اتحاد طنجة المغربي. الزمالك وقع في التصنيف الثاني مع أندية الرجاء قدام حضراتكم وكمبالا سيتي الأوغندي وصفاقس التونسي ونهضة بركان المغربي. دي كانت قرعة دور المجموعات بطولة الأفريقية والكونفدرالية اللي بيمثلها نادي الزمالك. تعالوا أفكركم تاني أقول لكم تاني بسرعة، الناس اللي مهتمة طبعا أكيد كلنا مهتمين بمباراة الأهلي، هيكون أحد أيام أول مباراة تكون أحد أيام 11 أو 12 أو 13 من يناير، الأهلي مع فيتا كلوب. الجولة الثانية هتكون شبيبة الثورة مع الأهلي هتكون 18 أو 19 أو 20 يناير إن شاء الله، الأهلي في سيمبا الجولة الثالثة أحد أيام 1 و2 و3 فبراير، الجولة الرابعة سيمبا في الأهلي أحد أيام 12 13 14 فبراير، الجولة الخامسة فيتا كلوب مع الأهلي أحد أيام 8 و9 و10 مارس، والجولة السادسة والأخيرة في هذه المجموعة تكون بين الأهلي وشبيبة الثورة أحد أيام 15 و16 و17 من مارس المقبل إن شاء الله. الكونفدرالية زي ما قلت لحضراتكم، الزمالك هيلاعب إن شاء الله اتحاد طنجة المغربي. دي كانت أخبار قرعة
المجموعات وكمان الكونفدرالية. مجموعة الأهلي تكون إن شاء الله سهلة نوعا ما. الأهلي إن شاء الله قادر إن هو يكون على رأس هذه المجموعة. مجموعة الإسماعيلي مجموعة مميتة، مجموعة صعبة جدا.